دائما من خلال الصباحي ألوان مختلفة عبر هذا المشوار الصباحي، ودائما نحتفي بأصحاب التحديات الغادرين دائما على خلق بصمات مجتمعية ومؤثرين في المجتمع. لذلك نقول أن الإعاقة دائما تبقى إعاقة الفكر حسام. نعم، وواحد من أصحاب هذه التحديات حافظ القرآن الكريم عن ظهر أو عن قلب ظهر كما يقولون دائما. نتابع هذه التجربة للشيخ هيثم ونعود لنتواصل معكم عبر صباح الشروق. بالقرآن العظيم صدورنا ويسر ببركته أمورنا وأجزل به أجورنا وطهر من الدنس به أخلاقنا. الشيخ هيثم واحد من سكان هذه القرية الوادعة على ضفاف الأزرق الخالد، حباه الله بنعم كثيرة، وعلى قائمة هذه النعم حفظ القرآن الكريم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. شيخ هيثم طبعا رجل مما قام نشأ صغير، نشأ يعني بالدراسة بتاعت الله الكتاب، منا مشى الثانوي العام. شيخ عبد الله ده قام لما الطلبه قالوا له يا شيخ هيثم ده احنا دايرين نقرا القران، مش يقرا القران. بعدين شيخ هيثم من تلغاه وبراه قال له يا بتوديني ود الفاني. مشينا ودينا له ود الفاني الخليفه الريح، الله يطول له بالخير يا اخي، الله يرحمه ويغفر له ويجعله من اصحاب الشهداء والصديقين. بعدين قمنا ودينا للشيخ الخليفه الريح ده، قام قرا معاه. بعدين عانى من القرايه شويه كده، عانى من القرايه وبقت صعبه لانه طفل صغير كان قدر اخوه ده برضه بالضبط جلال ده كان قدره. بعدين عانى كل يوم نمشي نوديه يعني نخليه نجي منه ساعه ساعه نلقى جا في الحله من ود الفاني بيجي غاشي الحصعيسه يركب ويجي. كان عنده ذكاء كويس جدا يعني. لم يمنع فقد البصر الشيخ هيثم أن يكون جزءاً بل قائداً أصيلاً من أهل الرأي والمشورة واليد الطولة، فهو الذي ينادي الناس إلى الصلاة وكفى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حدثنا عن تجربته في مجالات مختلفة في الحياة، أثبت لنا من خلال حديثه أن العين وحدها لا تبصر كما هو معروف في المثل الشعبي. جلسنا إليه تجاذبنا معه أطراف الحديث في الفقه والسياسة والثقافة، كان حديثه حديث المدرك المتقن في رسالة قوية وواضحة إلى فاقد البصر أن الحياة لا بد لها أن تستمر. قرأت مع المبصرين في مدرسة المدرس المختلطة آنذاك، ثم التحقت بالمدرسة المتوسطة، ومن بعد ذلك انتقلت إلى خلاوي والدلفادني، والحمد لله حفظت القرآن الكريم
وذهبت بعد ذلك إلى معهد الخليفة، معهد تدريس القرآن الكريم في حوش الخليفة في أم درمان. ومن بعد ذلك انتقلت إلى جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ثم عينت في وزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة، وتم انتقالي مرة أخرى إلى هيئة إذاعة وتلفزيون الجزيرة. هيئة إذاعة وتلفزيون الجزيرة عمل فيها يعني مشرفا على البرامج الدينية. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر ببركته أمورنا وأجزل به أجورنا وطهر من الدنس به أخلاقنا ووسع من الحلال به أرزاقنا واغفر اللهم به لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأنصارنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمحبنا في الله ولمشايخنا في الدين ولمن انتقل إليك بالوفاة منا ولمن أحسن من أجلك إلينا ولمن سألنا الدعاء ولمن سألناه ولعامة المسلمين أصلحنا أجمعين أدخلنا الجنة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل بجلالك على أفضل خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أعمالنا دائما بين القبول والرفض، إلى الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعمالنا هنا في صباح الشروق ستتواصل بعد الفاصل.